بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم من جديد. وصلنا إلى هذا المثال اللي هو مثال 24 بالمصدر عندكم بالكتاب. هذه الدائرة عبارة عن Voltage Divider Configuration، لكن ما يميز هذه الدائرة هو وجود مصدرين، أحدهما VCC اللي هو قيمته زائد 20، والآخر هو VEE اللي قيمته ناقص 20. خلي أوضح لكم شلون ربط هذه المصدرين. VCC معناها عندك مصدر هذا الاتجاه الموجب مالته وهذا السالب مالته وقيمته 20 فولت، ومربوط وين؟ مثل ما قلت لكم للجراوند. فهسه هذا قيمته 20 فولت، يعني زائد 20 فولت. بالجهة المقابلة عندي هنا مصدر، خلي أوضحه، يكون اتجاه السالب مربوط للإيميتر، لأن قيمته مثل ما تشوفون بالسؤال هي ناقص 20، فاتجاه السالب مربوط على طرف الإيميتر واتجاه الموجب مربوط على الجراوند، فقيمته هذا أيضا 20 فولت. فالإشارة السالبة هذا معناها، معناها اتجاه ربط المصدر يا إما سالب، الطرف السالب يكون مربوط بتلك النقطة، أو الطرف الموجب حسب الإشارة الموضحة. زين، هسه نجي لهاي الدائرة حتى نحل هاي الدائرة. طبعا هنا ليش أنا سبق وأن نوهت إلى عدم حفظ القوانين، لأن كل دائرة راح تلقى قوانينها الخاصة بها. فالأفضل طريقة لك حتى تحل هيك دوائر لازم تتعلم طريقة حل الدوائر باستخراج قوانين كل دائرة باستخدام قوانين كيرشوف للفولتيات والتيارات بصورة صحيحة. فحل هذه الدائرة، بداية راح ناخذ من هالنقطة هاي مثل ما تعلمنا سابقا، ناخذ الثيفنين. فالثيفنين معناها هاي الفولتية، هاي شوف هاي الفولتية توصلها، يعني بالضبط الكوفلنت مالتها هو هذا. عندك هذه هنا الفي سي سي، اصل الفي سي سي هنا موجود، وهنا ايضا عندي شنو الفي اي اي اللي بهالصورة هاي، لكن سويت شورت سيركت، لان مثل ما تعرفون احنا من سبقا شرحت لكم من اطلع الار ثيفنين الغي مصادر الفولتيه ومصادر التيار بالدائره، فبالتالي اسوي مصادر الفولتيه كلها شورت سيركت. من هذا استنتج انه الار ثيفنين هي عباره عن 2.2 كيلو اوم توازي مع 8.2 كيلو اوم، واذا حليتها راح تطلع الار ثيفنين 1.73 كيلو اوم. اتمنى تعرفون طريقه استخراج الار ثيفنين. هسه فكرة السؤال هي كيف، طبعا فكرة او صعوبة هذا السؤال هي في كيفية استخراج قيمة الاي ثيفنين. احنا سبق وان اشرنا الى انه كل دائرة بالامكان ان كل دائرة بين نقطتين يعني بالامكان ان نرفعها ونخلي بمكانها مصدر فولتية على التوالي مع مقاومة. مقدار هذا المصدر، مقدار فولتية هذا المصدر هو الاي ثيفنين، ومقدار المقاومة هو الار ثيفنين. فهسه طلعت الار ثيفنين اني بالسلايد الماضية، هسه اجي اطلع الاي ثيفنين. الاي ثيفنين طبعا هنا راح تختلف، لانه هي مو الفولتية اللي على المقاومة ار 2. لاحظ هاي الفولتية اللي على المقاومة ار 2 بين هذني النقطتين، لكن بالحقيقة انا عندي الاي ثيفنين على اعتبار انه هاي نقطة البيز وهاي النقطة الثانية للجراوند. فالاي ثيفنين هي بين هاي النقطة الموضحة امامكم اللي هي متصلة بالبيز مال الترانزستور وبين الجراوند، فبالتالي راح تشمل هذا المصدر، تشمل هذا المصدر. فبالتالي ما معناه انه الفولتية بين هاي النقطة اللي هي نفس هاي نقطة البيز ونقطة الجراوند هي اللي راح تمثل لي الاي ثيفنين. فايش راح اسوي؟ طبعا هي هاي دائرة بسيطة، ايش بيها؟ بيها مصدرين مربوطات على التوالي بنفس الاتجاه، نفس الاتجاه، يعني اذا تاخذ لوب هنا، تاخذ لوب هنا بهالاتجاه هذا، شنو اللي راح يصير؟ خلي اكتب لكم اللوب افضل قبل نشرح هاي الدائرة. اللوب هو انه راح اقول انا في سي سي ماشي ناقص هذا التيار المار هنا راح اسميه اي ناقصا اي في الار 1 R1، لأنه ناقص I نفس التيار
في الـ R2، ومن ثم شوف زائد ليش مثل ما سبق وان شرحت لكم، لانه شوف حسب اتجاه اللوب مالتي انا دا اخرج من الجزء الموجب او من الطرف الموجب للمصدر، فاقول زائد في اي اي يساوي صفر، يساوي صفر. زين من هاي هذا اللوب اللي طلعته اني اقدر ايش اقول؟ اطلع قيمة الاي، طبعا انقل هذا الطرف اي ار 1 والاي ار 2 للجهة الثانية واطلع قيمة الاي، فالاي راح يساوي لي في سي سي زائدا في اي اي على ار 1 زائدا ار 2، ويطلع قيمة التيار اي 3.85% ملي امبير. زين اذا اجيت هسه الفولتية هاي ايثفن بين هاي النقطة هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن الفولتية بين هاي النقطة قصدي اللي هي الايثفن وهاي النقطة هي عبارة عن فولتيتين، واحدة سالبة وواحدة موجبة. هاي الفولتية هي موجبة اللي هي شنو قيمة هاي الفولتية؟ اي في الار 2، فانطيتها اي في الار 2 اشارة موجبة. والفولتية الثانية فولتيتين على التوالي، الفولتية الثانية هي في اي اي لكن شنو بالاتجاه السالب، فشوف سالب في اي اي ويساوي اي في الار 2 هو 3.85% من الامبير في 2.2 كيلو اوم قيمة الار 2 ناقص 20، وبالتالي تطلع عندك الايثيفن ناقص 11.53% فولت. اتمنى يكون الشرح واضح لحد الان. اذا طلعت الار ثيفنين والايثيفن تجي ترسم الدائره من جديد، تخلي الكوفيلنت سيركت مال الثيفنين المصدر بما انه طلعت اشارته سالبه فتخلي الاتجاه السالب للاعلى، وقيمه هذا المصدر الرقم اللي طلعته اللي هو 11.53% فولت، وقيمة المقاومة R Thevenin اللي هي طلعناها بالسلايد الماضية 1.73% كيلو أوم، وتربطها ببقية الدائرة. هسه هاي لكن لا تنسى انه هذا المصدر، شوف نرجع للدائرة الرئيسية، هذا المصدر اللي هو الـ VEE هو شنو؟ هو مربوط من جهة الإميتر ومربوط على الـ R2، فتقدر من تفصله تخلي مصدر هنا ومصدر هنا، يعني هنا 20 فولت بالاتجاه السالب وهنا 20 فولت بالاتجاه السالب، لأن المقاومتين متصلات بهذا المصدر. فهنا أنا أرجع الدائرة مثل ما قلت لكم الكوفلنت سيركت، اي ثيفنين بالاتجاه السالب والار ثيفنين وبقية الدائرة. هسه نيجي نطبق قانون كيرشوف فولتج لو، يعني ما معنى ناخذ لوب بهالاتجاه هذا ايضا باتجاه عقرب الساعة اللي هو نفس اتجاه التيار. فهسه قبل لا يطلع عندكم بالصورة اريدك انت تتصور وياي حتى شوية تقوي نفسك شلون تكتب اللوب. فاذا تجي منا فهذا سالب اي ثيفنين، سالب اي ثيفنين هذا اتجاهك سالب اي ثيفنين، تجي منا هذا شنو راح يصير؟ سالب اي بي ار ثيفنين، وتجي منا وين؟ هسه نكمل، انا ما رسمت اللوب من الداخل، هو نفس اللوب هذا من الداخل، ناقص شنو؟ في بي اي اللي هي 7/10 ناقص شنو؟ اي اي ار اي، الاي اي مثل ما تعرفون هو يساوي بيتا زائد 1 اي بي، ومن ثم هنا زائد 20، زائد 20. ليش زائد؟ لأنه إذا ترسم هذا مثل ما قلت لكم هذا الطرف السالب وهذا الطرف الموجب، فخروجك راح يصير من خروج التيار راح يصير من الطرف الموجب وهذا توصله للجراوند. فبذلك أنت كتبت هذا اللوب اللي هو شوف سالب اي ثيفنين سالب اي بي ار ثيفنين سالب في بي اي سالب اي اي ار اي زائد في اي اي يساوي صفر. إذا كتبت هذا اللوب كل سهولة تقدر تطلع قيمة الـ IB من المعادلة، هاي نفس المعادلة هنا بعد تعويض قيمة الـ IE اللي يساوي لبيتا زائد 1 IB، ونطلع قيمة الـ IB. إذا طلعت الـ IB وأعيد وأكرر أكثر من مرة يجب أن تعتني بالأرقام، تحسب تقعد تحل الأمثلة وتدق هاي المعادلات بالحاسبة حتى تتعلم تشوف نفسك وين تشتبه حتى تتجاوز اخطائك بين ما تدرس انت حتى بالامتحان ان شاء الله ما تطيح بهاي الاخطاء. فتطلع قيمة الاي بي 35.39% مايكرو امبير، تضربه في البيتا اللي هي 120 راح يطلع عندك قيمة الاي سي يطلع 4
و25% ملي امبير. شوف الوحدات هم اكد عليها، شوف الملي شلون ينكتب، شوف المايكرو شلون ينكتب، ومن ثم طلع قيمة الـ VC اللي سبق وان شرحناها تساوي الـ VCC ناقصا IC RC. هاي الـ VC هنا، خل نرجع لكم. الـ VC هي الفولتية بهاي النقطة، فهي VCC ناقصا، يعني تاخذ لوب منها وتنتهي بالـ VC، يعني الـ VC نسبة للجراوند، معناها وصلت للجراوند. فش راح تكون VCC ناقصا ICRC ناقص VC يساوي صفر، فتنقل الـ VC للطرف الثاني، راح تطلع قيمة الـ VC VCC ناقصا ICRC تطلع قيمة 58%، والـ VB بنفس الطريقة تساوي لك ناقص A Thevenin ناقص IBR Thevenin تطلع ناقص 11.59%، وهو المطلوب بهذا السؤال. لاحظ منطوق السؤال، يريد الـ VC ويريد منك الـ VB. أتمنى يكون شرح هذا السؤال واضح لحد الآن. هسه وصلنا إلى موضوع الديزاين. الديزاين طبعا موضوع احنا عندنا بالترانزستور كان، يعني لحد الآن الأمثلة السابقة هو كان يجينا ترانزستور جاهز أو دائرة ترانزستور جاهزة، ولكن احنا نطلع التيارات ونطلع الفولتيات. هسه اذا انعكست العملية، يعني اريدك تصمم لي دائرة حتى تنطيني هذا مثلا، حتى يمر بها تيار كولكتر مقداره 3 ملي امبير على سبيل المثال، وانطي قيمة البيتا مال الترانزستور اللي تستخدمه، او انطيني ترانزستور بحيث يكون الفي سي اي 5 فولت 10 فولت حسب، يعني راح اطلب منك انه تصمم دائرة، ما معناه تخلي قيم مقاومات، خلي قيم مقاومات او في سي سي حسب ما مطلوب منك، بحيث شنو؟ بحيث تحقق لي الشروط اللي انت تفرضها لدائرة الترانزستور. هسه بهذا السؤال، سؤال لطيف جدا وسهل جدا، given the device characteristic منطيك منحنى الخواص له، العلاقة بين الاي سي والفي سي اي بالشكل A، يريد الفي سي سي، يريد الار بي، ويريد الار سي. زين، هو fixed bias configuration. بداية هذا اللود لاين، أنا بهاي النقطة ايش عندي؟ عندي الـ VCC تساوي شنو؟ تساوي للـ VCE، معناها أو الـ VCE تساوي للـ VCC، معناها أول مطلب اللي هو الـ VCC تقدر تقول أنه الـ VCC تساوي 20 فولت. المطلب الثاني يريد قيمة الـ RB ويريد قيمة الـ RC. بكل سهولة طبعاً هذه الثمانية هي عبارة عن IC Saturation اللي هو ايش يساوي لـ VCC إلى ار سي، وش قد تساوي قيمته؟ 8 ملي امبير. الفي سي سي عندي 20، قسمها على 8 ملي امبير راح تحصل قيمه الار سي. زين، الاي بي منطيني 40 مايكرو امبير، الفي سي سي عندي ناقص اي بي ار بي ناقص في بي اي يساوي صفر، تقدر تطلع قيمه الار بي من نفس العلاقه. سؤال جدا بسيط وجدا سهل، وهذا حل امامكم مثل ما تشوفونه، فتطلع قيمة الـ RC 2.5 كيلو اوم، وقيمة الـ RB 482.5 كيلو اوم. هنا بعض الامثلة بالكتاب يقول لك اختار ستاندرد ريزيستر، ستاندرد ريزيستر فاليوز، يعني القيم يقصد بها القيم المتوفرة بالاسواق. اكو مقاومات، مو كل مقاومة يطلع عندك رقم وتروح تلقاها متوفرة بالأسواق، لا، تختار الأرقام القريبة منها وتشوف التغير اللي يصير. هاي عادة ما تكون غير مطلوبة منكم، فقط تطلع عليها. الـ RC أقرب RC من 2.5 هي 2.4 كيلو أوم، وأقرب RB هي 470 كيلو أوم، يعني هاي متوفرة بالأسواق. وإذا تحسب التيار بذن المقاومات راح يطلع 41.1 بالعشرة مايكرو أمبير، ويعني نسبة الخطأ أقل من 5% وهو المسموح بالدوائر الإلكترونية. سؤال ثاني عندنا هنا أيضا عن الديزاين، لكن هالمرة فولتج ديفايدر منطيك، شوف given ICQ منطيك تيار الـ IC 2 ملي أمبير والـ VCE 10، ويريد منه قيمة الـ R1 والـ RC، لكن الـ R2 هنا تكون معلومة. فحتى نحل هذا السؤال
بدايه الاي اي يساوي شنو الفي اي عفوا الفي اي الفولتيه اللي بهاي النقطه الفولتيه اللي على المقام 1.2 تساوي لي شنو اي اي ار اي وتساوي تقريبا الاي سي ار اي لسبب ذكرناه سابقا انه الفرق بين الاي اي والاي سي هو فقط الاي بي والاي بي قليل جدا مقارنه بين التيارات فتقدر تقول انه الاي اي يساوي تقريبا الاي سي وتطلع قيمه الفي اي اللي تطلع 2.4 فولت ومن هاي لما طلعت الفي اي انا ايش عندي عندي مثل ما تتذكرون الفي بي اي تساوي في بي عفوا عن سوء الخط لانه مثل ما تعرفون انا اكتب بالماوس في بي ناقصا في اي وهاي المعادله اللي كتبت لكم اياها تقدر تحورها الى او تطلع منها قيمه الفي بي اللي يساوي لفي بي اي زائدا الفي اي اذا تنقل الفي اي للطرف الثاني فبي اي في بي اي زائدا في اي تطلع الفي بي تطلع شقد تطلع 3.1 فولت اللي هي الفولتية بهاي النقطة لما أربط فولت ميتر بينها وبين من بين الجراوند هذا فولت ميتر ربطته بينها وبين الجراوند ايش راح يقرأ لي راح يقرأ لي 3.1 فولت سبق طلاب سبق وان طلبت منكم انه اللي يقدر يشتري بريد بورد ويشتري كومبوننت حتى يربط تجارب قدر المستطاع اذا عندك يعني الدوائر كاملة حتى يقيس بالبيت ويقارن نتائج العملية بالنتائج النظرية واللي ما عنده الكومبوننت كاملة يدبر اللي يقدر عليه والباقي يقيسه او يقيس يعني اجهزة القياس يستخدمها بالمختبر منتجون للتجارب زين هسه طلعنا قيمة الفي بي اللي قلنا هي الفولتية بين النقطة بي النقطة المتصلة بالبيز وبين الجراوند فهاي الفي بي هسه هذا الفولت ميتر يقيس لي 3.1 فولت انا عندي هسه الفي بي بالابروكسيميت شنو بالابروكسيميت معناها الار 1 مربوطه على التوالي ويا الار 2 فاقدر اقول انه الفي بي تساوي الفولتي المقامه اللي اريد الفولتي عليها اللي هي الار 2 في الفي سي سي الفولتيه المصدر على ار 1 زائد ار 2 ويساوي 3.1 قيمه الفي بي فاذا تلاحظ انه هاي المعادله الار 2 موجوده الفي سي سي موجوده هاي الار 2 نفسها الار 1 فقط هي المجهول بها فتقدر بكل سهوله نطلع قيمه الار 1 اذا تبسط هاي المعادله تعوض عن قيم الار 2 عن قيم الفي سي سي بالمعادله ومن ثم تضرب طرفين وبسطين الى ان تطلع عندك قيمه الار 1 تساوي 86.52% كيلو اوم الار سي شلون نطلعها الفي الفولتيه اللي على الار سي هي بصراحه الفولتيه اللي على الار سي مقسومه على التيار المار بالاي سي ف نطلع قيمه الفي سي ليش لانه هاي الفولتيه اللي على الار سي هي فولتيه هاي النقطه الفي سي سي على شنو الفي سي سي ناقصا الفي سي على التيار المار اللي هو الاي سي فهي في سي سي ناقص في سي على التيار اي سي الفي سي شلون نطلعه هو عباره عن الفي سي يعني كانه مثل ما قلت لكم كانه دا اربط فولت ميتر هنا هذا فولت ميتر وارد اشوف شيء يقيس فهو يقيس فولتيتين هاي الفولتيه الاولى وهاي الفولتيه الثانيه فهو في سي اي زائدا في اي اللي طلعته قبل شويه واللي تطلع 12.4 فولت او تقدر تقول انه الفي سي اي تساوي لي شنو تساوي لي في سي ناقصا في اي ومنها تطلع قيمه الفي سي تطلع في سي اي زائدا في اي انت مخير باي قانون تستخدمه فاذا طلعت قيمه الفي سي تقدر تطلع قيمه الار سي 18 ناقصا الفي سي اللي هي 12.4 × 2 ملي امبير وتطلع قيمتها 2.8 كيلو اوم عندكم المثال 4.23 والمثال 24 هوم وورك اتمنى تحلوهن وتعتنون بحلهن وراح اتوقف لهذه السلايد التقيكم في فيديو اخر ان شاء الله.